سلام عليك ولد حسين علي. نشوف حسين علي ونركز معاه. خد احسن لاعب في مباراة فريقه، لاعب خط الوسط رقم 16، قصير مكير، واحذر كل من اقترب من الارض. يا ابني ساحر يا ابني.
شفت الولد حسين عمل ايه؟ الله، حبه كريس، حبه كريس المنتخب العراقي، تصويبه تاني. لا لا لا، حسين علي، حسين علي هو تاني. مش معقول، مش معقول الزئبقي ده يا جماعه. حبه الكريز، حبه الكريز العراقيه عامله عمايل، عامل عمايل ومسبق ومسوي الهوايل. قصير مكير بيلعبها برجليه كانه بيمشي بيها بايديه. الحرفيه والمكانه والرشاقه والطاقه اللي عنده، بسم الله. لازال عنده 21 سنه، لعيب كبير قوي 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 قوي. حسين علي 21 سنه لاعب نادي الزوراء.